لأنك حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساه، ودايما يفكرني بيك الغياب، ودايما يفكرني بيك الغياب. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشانك، رد يا بغل طلع عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكرني بيك الغياب، لانك حبيبي وحلم اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكر بيك الغياب. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا بقدر يوم انساك، برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان، راضي يا ابو قلبي انه معاك. معلش، انت لما كلمتيني بس كنت نايم. ما انت نايم يعني اكيد صحيت وبصيت في تليفونك ولقيت اني مكلماك، ما طلبتنيش تاني ليه؟ اصل كان عندي مشوار مهم قوي وصحيت متاخر فنزلت على طول يعني. اوكي. طيب
احنا النهارده عندنا ميعاد مع مهندس الديكور اللي هيعمل لنا البيت. فين؟ في بيتنا، في الفيلا بتاعتنا طبعا. طب يا ريتني اخلي الميعاد ده بره البيت. بره البيت يعني ايه يا ادم؟ مهندس ديكور يعني هيعمل لنا ديكور البيت اللي هنعيش فيه، يعني لازم يقابلنا في المكان ده، لازم يشوفه بعينيه، وعلى الاقل يعني يسمع تعليقاتنا عليه. عادي، ممكن نقابله بره البيت ونقوله اللي احنا عايزينه برضه ويعمله، مفيش مشاكل يعني. ما تخافش يا ادم، مش هنوصل قبله، هنكلمه في التليفون قبل ما نروح، وبعد ما يخلص شغله مش هنفضل احنا مستنيين، يعني مش هنفضل انا وانت لوحدنا في البيت. على فكره يا ادم، انا دلوقتي بس فهمت انت ليه متغير معايا اليومين دول، بس انا عايزه اقول لك حاجه. ادم، انت جوزي وانا مراتك، يعني اللي حصل بينا ده المفروض يقربنا من بعض اكتر مش يبعدنا عن بعض، بالعكس يعني هيخلينا نحب بعض اكتر، وما نقدرش نعيش من غير بعض. والحل سهل، تعالى نتجوز على طول، مفيش داعي نستنى، بدل ما تفضل عايش متضايق كده وقاعد بتأنب في نفسك. بس كده، هو ده كل اللي حصل لي من ساعة ما سبت الفيلا من 18 سنة لغاية ما رجعت لها دلوقتي. معقولة يا جميلة؟ معقولة يا بنتي استحملتي طول السنين اللي فاتت اللي حصل لك ده؟ أنا ما كانش قدامي غير إني استحمل، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي كان بيصبرني. ونعم بالله. تعرفي بقى، أنا حاسة إني شايفة قدامي المرحومة فاطمة وإني بتكلم معاها دلوقتي. على فكرة أنا مش طالعة شبهها بس، أنا طالعة لها في كل حاجة تانية. والله يا بنتي ربنا وحده يعلم قد ايه انا دورت عليكي، بس للاسف ما قدرتش اوصل. جد الله يرحمه كان دايما يقول اللقاء نصيب. هتصدقيني لو قلتلك ان طول السنين اللي فاتت دي ما بفكرش غير فيكي، حتى فاطمه الله يرحمها دايما بتجيني في المنام بس زعلانه مني وحزينه ان انا سايباكي لوحدك ومش عارفه اوصلك. يبقى ما تقلقيش يا طنط، اكيد مش هيجيلك الحلم ده تاني بعد كده. طبعا يا بنتي، ده انا مصدقت لقيتك، ومن هنا ورايح مش هنسيب بعض ابدا، واعملي حسابك هنتغدى النهارده مع بعض. لا ما هو مش هينفع، عشان انا ما قلتلهمش اني جايه لك النهارده. احسن برضه ما تقولهمش على حاجه، اخاف عمك يعرف يقولك ما تروح لهاش تاني. انا عامه ما بقولهمش حاجه، مفيش غير وفاء هي اللي عارفه كل اسراري. خلاص بقى، دوري لك على حجة بكرة علشان هتتأخري شوية، واعملي حسابك هنتعشى مع بعض. أنا عايز أعرفك على الولاد، هما تقريبا بيرجعوا البيت حوالي الساعة 8. لا يا طنط، بس أنا بكرة ما اضمنش إني أعرف. لا مبسش يا جميل، ارحميني يا بنتي، ده أنا بقالي 18 سنة بكلمهم عنك شفوي. حاضر، هحاول ألاقي حجة أتأخر بيها. إلا قوليلي بالحق، مين عندكم في المطعم بيعمل طاجن سموحة ده اللي بناكل صوابعنا كلنا وراه؟ أنا. بجد يا جميلة؟ تعرفي بقى، أنا حبيت الطاجن ده أكتر من الأول بكتير، لأن هو السبب اللي خلاني أشوفك النهاردة.
اللي حصل بيننا ده المفروض يقربنا من بعض اكتر، مش يبعدنا عن بعض، بالعكس يعني هيخلينا نحب بعض اكتر وما نقدرش نعيش من غير بعض. والحل بسيط، يلا نتجوز على طول، نستنى ليه؟ بدل يعني ما تفضل عايش متضايق كده وقاعد تأنب في نفسك. ادخل. عليا ليه قبل ما تدخل اوضتك؟ كنت هغير واجيلك على طول. يا ريتك يا حبيبي بدرت 5 دقايق، كنت زمانك شفتها. هي مين؟ سموح. نعم؟ قصدي الشيف اللي طبخ طاجن سموح. هي ست؟ بنت. طب ودي اللي جابها عندنا؟ اصلها يا سيدي شافتك في المطعم وقعدت تشبه عليك، وبعد شويه اتاكدت انك ادم. هي تعرفني؟ عايز المعرفه، وانت كمان تعرفها. لو شفتها ساعتها في المطعم كنت اكيد هتقول انها هي. انا مش فاهم ماما بتتكلمي عن مين بصراحه. اقول لك يا سيدي، بتكلم عن البنت اللي اتولدت على ايدك من 23 سنه واللي انقذت حياتك من 18 سنه، واللي انت وهي كنتوا دايما بتقعدوا تحت شجره التوت وتحكي لها الحكايات الجميله اللي ما كانتش بتعرف تقراها. جميله؟ هي جميله يا ادم، بنتي الرابعه اللي طول عمري بدور عليها. دي صدفة غريبة قوي. مش صدفة، ده الحلم اللي طول عمري عايشة بحلم بيه، وربنا النهاردة بس حققه لي. يعني جميلة هي اللي طبخت سموحة؟ والواد عصام ياخدني المطعم ده بالذات عشان نقابلها تاني بعد السنين دي كلها؟ سبحان الله. ما الواد عصام ده بقى باين عليه واد ابن حلال. على فكرة أنا عزمتها بكرة على العشاء عشان نرجع كلنا الأيام الجميلة بتاعت زمان. سلمي لي عليها يا ماما، وقولي لها إن شاء الله لما أروح المطعم تاني هبقى أسأل عنها. هو ايه اللي سلم لك عليها؟ انت لازم تحضر العشاء ده. ما ينفعش يا ماما، عندي بكره بالليل اجتماع مهم ومش عارف هيخلص امتى. لا يا حبيبي، يخلص قبل العشاء، انا وعدتها ان اعرفها عليكم كلكم. مش هقدر يا ماما اتحكم في الاجتماع، بعزمها مره تانية. كده برضو يا ادم؟ كده عايز تكسفني قدامها؟ حاضر يا ماما، لو خلصت بدري هحاولك. حاضر. يلا حبيبي، اسيبك تغير هدومك. مستر سامح بيسألني خلصت الستوري بورد ولا لسه؟ لسه مخلصة حالا. مالك؟ مش عارف، صداع ماسك عينيا من الصبح، أخدت كل حاجة، مش عايز يروح. على فكرة موضوع الصداع ده بقاله كتير قوي عندك، لازم تشوف دكتور. أنت عارف أنا بكره الدكاترة قد إيه؟ قصدك بتخاف منهم. ماشي، أنا أروح أطبع له الستوري بورد اللي هو طالبها، وبقولي له ان انا بكره هاخده اجازه. ها؟ لا 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 لا، استنى، ما تتعبش نفسك، انا هطبعه. ماشي. بص انا اعرف دكتور شغال في مستشفى قريبه من هنا، ممكن نروح له؟ مستشفى؟ انت عايزاني اخاف بجد بقى ولا ايه؟ وانت مش هينفع تروح كده. طيب اوصلك انا بنفسي ممكن؟ لا 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 لا، خليك انت.
احمد مالك في ايه؟ انا مش عارف، انا تعبان قوي، انا تعبان. احمد، احمد، الحمد لله على السلامة. انا فين؟ انت في المستشفى اللي ما كنتش راضي تدخلها. ليه؟ ايه اللي حصل؟ مفيش يا سيدي، وقعت مني في المكتب فجبتك على هنا. قالوا لي ان ضغطك عالي قوي، ده حتى الدكتور ما سابكش غير لما ضغطك اتظبط. ضغط؟ انا عمري ما كان عندي الضغط. ما هو الدكتور قال لي ان زميلك بيمر بظروف صعبه قوي اليومين دول وعليه ستريس كبير. احمد، مخبي عليا ايه مش عايز تقوله لي؟ بلاش اشغلك بمشاكلي. والله؟ من امتى؟ ما احنا من ساعة ما اشتغلنا سوا وانت بتحكي لي كل مشاكلك. ولا يمكن بعد الجواز؟ بعد الجواز؟ كل حاجة اتغيرت بعد الجواز. أنا نفسي بقيت كاره نفسي بعد الجواز. انتوا لحقتوا؟ انتوا بقالكوا كام شهر بس متجوزين؟ أطول وأغلس كام شهر في حياتي. أنا وعزة بنتخانق أكتر ما بتنفس. عشان كده يعني ما اتصلتش بيك من الصبح؟ بس هي لو عرفت إن أنت هنا أكيد هتتضايق أوي. مش هقولها أنا دخلت المستشفى، عشان أنا عارف إن مش هيفرق معايا. خلاص ما نقولهاش خالص، المهم بس أنت تبقى كويس. أنت تمام دلوقتي؟ البنت اللي اتولدت على ايدك من 23 سنة واللي انقذت حياتك من 18 سنة واللي انت وهي كنتوا دايما بتقعدوا تحت شجرة التوت وتحكي لها الحكايات الجميلة اللي ما كانتش بتعرف تقراها. هي جميلة يا ادم، بنتي الرابعة اللي طول عمري بدور عليها. اقعدي يا جميل. خير؟ هو بصراحة كده عندي مشوار مهم وعمي مش هيوافق اني اروح. وانتي بقى عايزاني اتحايل عليه عشان يوافق؟ لا بس يعني ممكن تقوله ان احنا رايحين نجيب مع بعض حاجة للمطعم. بس انا كده هكون بكدب. كدبة بيضة يعني مش هتضر. طب ممكن اعرف ايه هو المشوار ده؟ واحدة صاحبة ماما الله يرحمها عزماني عندها على العشاء. طب ما ده مشوار عادي جدا، ايه اللي يخلي محمود ما يوافقش؟ بس هو ما بيسيبنيش اخرج لوحدي بالليل وارجع متأخر. بس لو عرف ان انت معايا مش هيقدر يتكلم. بس انا خدي بالك انا هقلق عليك انا كمان مش محمود وبس. ما تقلقش، طنط بيلا عندها سواق واكيد هتخليه يوصلني وانا راجعة. ماشي يا ست جميلة، بس تاخدي بالك من نفسك، تحسن انت غالية علينا قوي. ولعلمك يعني مش عشان اشطر طباخ في المطعم، لا ده احنا عشان ما بقيناش قادرين نستغنى عنك. والجديد بقى ان انت المطعم من غيرك ما بقاش له طعم.
ممكن اعرف انت ما بتردش عليا ليه من امبارح؟ كنت نايم. لا ما كنتش نايم. انكل مدحت قال لي انك صاحي وهترجع تكلمني. كنت بعمل شويه حاجات كده وراحت عليا نوم. ادم مش هينفع الكلام ده. احنا لازم نتقابل النهارده ونقعد نتعشى مع بعض. لا دي مش هينفع. عندي ميعاد مع ابراهيم رمضان اللي بيعمل لنا التسويق للمشروع في الامارات. اوكي يا ادم. براحتك. باي. دي نوعة دي اللي مرضتش تقابلها النهارده؟ بقول لك ايه؟ عايزين نظبط الميعاد بتاع بالليل. وايه الحكايه وانا كل ما اجيب لك سيره نوع اليومين دول تغير الموضوع؟ مالكش دعوه. ماشي، مسير اعرف انت مخبي عني ايه؟ هو انت يعني ليك مين غيري تفضفض له؟ بقول لك ايه؟ هو ابراهيم رمضان ما اعتذرش عن الميعاد؟ اعتذر ايه بس؟ فال الله ولا فالك، ده احنا مصدقنا ظبطنا الميعاد. انا بسال بس، يمكن يكون الراجل عنده ظروف ولا حاجه. ظروف؟ انت مالك مش مظبوط ليه النهارده كده؟ بقول لك يا عصام سيبني دلوقتي. طيب انا استاذن بقى، عندي شغل كتير. ها اتأخرت ليه امبارح؟ كان عندي شغل. في الشركة؟ في الشركة. هو أنا زيك؟ شغلي طول اليوم برا الشركة؟ يعني ما رحتش حتة تانية؟ ها؟ إيه؟ حد قالك إني بعطت من وراكي؟ دي تذكرة مستشفى بتاريخ امبارح. كنت في المستشفى دي بتزور مين؟ تكونيش بتحبيني وبتغير عليا؟ أنا دلوقتي ما بهزرش، كنت بتزور مين في المستشفى دي؟ كنت بزور نفسي. امبارح ضغطي عالي في الشغل، نقلوني المستشفى وحجزوني هناك 3 ساعات. لو مش مصدقني نمرة المستشفى عندك في الورقة، كلميهم هتتأكدي. طب ليه ما كلمتنيش؟ انت كنت مشغولة طول اليوم امبارح، انت ما كلمتنيش مكالمة واحدة. انا كان عندي اجتماعات مش عايزة تخلص، بس لو كنت كلمتني كنت هسيب كل اللي في ايدي وهجيلك جاري. وانا ما يخلصنيش انك تسيبي شغلك. سلام. لو سمحتي، هو الفستان ده حلو؟ جميل قوي، كأنه اتخلق علشانك ما شاء الله. طب هو بكام؟ 900 جنيه بس. بس ده غالي قوي. ما يغلاش عليكي. طيب ماليش نصيب بقى. استني، انا ممكن اقدر اعمل لك خصم. لا ما هو مش هينفع، اصل انا معيش غير 600 جنيه بس.
طب مبروك عليكي. معقولة؟ حضرتك هتعملي تخفيض 300 جنيه بحالهم؟ انتي عارفة ليه؟ لا. الفستان ده بقاله أكتر من أسبوعين معروض عندي، قاسيته أكتر من 20 بنت، ما نطقش غير عليكي انتي. مرسي جدا، ربنا يخليكي. طب هروح أجيب الفلوس. أوكي. أنا كنت بره بشتري شوية حاجات علشان العزومة، وبالمرة قلت عادي أطمن عليكي. كويس أنت لحقتيني قبل ما أنزل بقى. ما تخافيش مش هعطلك، أنا جاية بأكد عليكي الميعاد بالليل. أنت ما قلتليش صح، العزومة دي بمناسبة إيه؟ بمناسبة جميلة يا حبيبتي. جميلة مين؟ إيه يا حبيبتي أنت لحقتي نسيتي؟ جميلة بنت طنط فاطمة الله يرحمها. آه جميلة. لقيتيها فين دي؟ لا دي حكاية بقى شرحها يطول، لما تيجي بالليل أقول لك على كل حاجة بالتفصيل. أهم حاجة تأكدي على أحمد يجي معاكي. سكتي ليه؟ اوعي تقولي اني مشغول ومش هيجي. انا وعدتها اني اعرفها على كل واحد في العيله. والله يا مامي ما عارفه ان كنت انا اصلا هقدر اجي ولا لا. مالك يا عزه؟ فيك ايه يا حبيبتي؟ شكلك كده متغير زي ما يكون في حاجه بينك وبين احمد. انتوا متخانقين ولا ايه؟ ما بقاش طايقني يا مامي. كل ما يشوفني يتهمني ان انا مشغوله عنه. ويا ترى انت مش مشغوله عنه؟ هو انا يعني عشان اتجوزت خلاص بقى ارمي طموحي ومستقبلي؟ لا يا حبيبتي محدش قال كده، بس بيتك وجوزك جزء من طموحك برضه. وما تنسيش يا عزه انت لغايه دلوقتي مش عايزه تحققي له الحلم اللي بيحلم بيه ان يكون له بيبي. هو يعني يكون اتجوزني مخصوص عشان اجيب له بيبي؟ لا يا حبيبتي، اتجوزك عشان حاجات كتير قوي، بس مش لازم نختار منها اللي حاجه اللي احنا بنحبها احنا وبس. كنت عارفه برضه ان انت هتقفي في صفه. اقف في صفه ايه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه؟ ده انت بنتي ومن باب اول اخاف عليك انت في الاول. عزه اسمعي كلامي واحسبيه كويس. لو بجد عايزه تحافظي على بيتك وجوزك لازم تدي له جزء من الحب والاهتمام. ده اللي اي راجل في الدنيا بيدور عليه. يكون في علمك لو عملتي غير كده هيدور على الحب ده عند حد تاني واكيد هيلاقيه. إن شاء الله يا مامي. حاضر. يلا يا سامية شاهلي البنت زمانها جاية. حاضر. بقولك ايه، سيبيني ارص الاطباق وروحي شوفي الفرن. ماشي. لحسن ديك اللي جواه يتحرق. حاضر. بصي بيه. حاضر. يا بنتي انت واقفه كده ليه؟ ما تساعديني في تحضير السفره. انا بس عايزه افهم انت ليه مهتمه بالعزومه دي قوي كده؟ وبعدين تطلع مين جميله دي اللي انت عامله عشانها الوليمه دي كلها؟ والله معذوره. هقول ايه؟ ما انت ما كنتيش اتولدتي لما جميله اتولدت على ايديا. كنت ساعتها فعلا هتعرفي امها كانت غاليه عندي قد ايه. عارفه، ما انت ياما حكيت لي عنها. مهما حكيت لك مش هقدر اوصل لك حب ليها قد ايه وحزني على فراقها. من ساعتها وانا حاسه ان الدنيا خدت مني حاجه كبيره قوي. عشان كده انبسطتي لما جميلة ظهرت تاني؟ بكرة تعرفي معنى الصداقة الحقيقية ايه؟ اللي عمرها ما بتتعوض بمال الدنيا، واللي ما يلاقيش صاحب يثق فيه كأنه مش لاقي نفسه. عارفة، مش محتاجة استنى لبكرة، أنا حاسة بكده من دلوقتي. والله؟ طب بقولك ايه؟ ساعديني أحسن وحضري معايا السفرة، وادعي من قلبك كده إن عزة تيجي النهاردة. يا سلام، يعني عزة هتبقى فاكراهالك؟ يا بنتي دي فاكره كل حاجه، لما كلمتها لقيتها فاكره حاجات انا ذات نفسي كنت ناسياها. فعلا فعلا. انا بتكلم مع واحده زيك ليه اصلا؟ مش فاهمه اي حاجه في الدنيا. ساتر يا رب. الو. ايوه يا ادم. ايه يا ابني انت فين؟ ما قلت لك يا ماما مش هلحق العزومه دي. يا حبيبي جميله زمانها جايه. الراجل اللي انا مستنيه لسه ما جاش، ولما يجي هنقعد ساعتين ثلاثه مع بعض على ما اخلص شغل. كله انتوا بالهنا والشفا يا حبيبتي. مع السلامة دلوقتي. مع السلامة. يا دي الكسوف. يعني البنت تيجي ما تلاقيش غير أنا وأنت نتعشى معاها؟ ليه؟ ما هي إيمان موجودة. إيمان؟ ما أنت عارفة أختك، مش هتنزل من أوضتها. خلاص، أنا وأنت مش شوية. هو إيه اللي أنا وأنت مش شوية؟ يا بنتي أنا كلمتها وقلت لها إن الولاد فرحانين إنك هتقابليهم النهاردة ومستنيينك بفارغ الصبر. و
وانت اصلا ايه اللي خلاكي تقولي لها حاجه زي كده؟ ما انت عارفه ولادك يا بيلا. ما انت عارفه ولادك يا بيلا؟ يظهر ان انا مش عارفه حاجه خالص. تلاقيها هي، روحي روحي افتحي الباب يلا. يا بنتي اتحركي. شغلونا بقى. مساء الخير. مساء النور، انت اكيد جميله مش كده؟ وانت اكيد دينا. عرفتي منين؟ من وصفه طنط بيلا. اوكي. سوري، اتفضلي. يا اهلا اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ اتاخرت كده ليه؟ انا اسفه، دي حاجه بسيطه عاملاها بايديا. تسلم ايدك يا حبيبتي. ايه البيت اتغير كتير عن زمان؟ يعني في حاجات زي ما هي، بس في شويه حاجات اتغيرت. ايه ده، هي مش جت قبل كده؟ ايوه جت قبل كده، بس كنا قاعدين بره في الجنينة، ما دخلناش جوه. بس ازاي فاكره الحاجات اللي اتغيرت واللي ما اتغيرتش؟ مش انتي كان عندك 5 سنين تقريبا؟ اه، بس لسه محتفظه بكل الصور اللي خدتها هنا معاكم. اللي خدتيها معاهم هم، انا كنت لسه ما جيتش اصلا. يا بنتي بطلي لماطه شويه، سيبيها ترتاح. بس انتي تعرفي ان انتي بورتريه ما حصلش. هو احنا جايبينها ايه؟ تترسم؟ اي حد تشوفيه تبقي عايزه ترسميه؟ هي اصلا مرسومه خلقه، انا يا دوبك هحطها على الورق. يا بنتي احنا عازمينها على العشاء مش على الورق. امال فين عمي مدحت؟ مدحت في الشغل يا حبيبتي، وشويه ان شاء الله هيحصلنا على العشاء. طب وايمان؟ ايمان؟ ابراهيم رمضان اعتذر؟ انت عليك عفريت اسمه اعتذر؟ امال ما جاش ليه لغايه دلوقتي؟ اتصل بالسكرتيريه قال ان هو اتاخر ساعه ونص، ساعتين ثلاثه كده. ساعتين ثلاثه؟ ايه اللي تهزقه دي؟ يا عم هو انت وراك ميعاد غيره اصلا النهارده؟ مش مساله ورايا حاجه، ده اول ميعاد بينا، يعني لازم يحترمنا ويعرف ان احنا ناس كبار. عندك حق. خلاص كلمه انت. لا اتصل بنت. يا عم هو انت ليه مستعجل ان انا اترفد من الشركه؟ اقول لك ايه، ما اتصلش بيه ولا حاجه. والله يعني العقل والله. قبله انت وانا افهمك تقول له ايه بالظبط. قبله انا؟ انت مستعجل على نفسي ليه؟ يا عم ما تخافش كده، وانا هقول لبابا ان انا اللي طلبت منك الكلام ده. بص يا معلم، انا مش عارف انت وراك ايه النهارده، عايز تخلع له، بس عايز افهمك ان ميعاد ابراهيم رمضان ده لو باظ احنا مش هنعرف نعوضه تاني. بقول لك ايه، انا مش هستنى حد، ده راجل قليل الذوق. انت رايح فين طيب؟ طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ هو قليل الذوق يستاهل الشتيمه، بس انا اعمل ايه؟ تسلم ايدك يا طنط. تسلم ايدي على ايه؟ انت لحقتي كلتي؟ تلاقيها بتاكل غصب عنها، ما احنا شاطرين في الاكل كده زيها. ما شاء الله عليكي، اللي سمعك بتقولي كده يقول انك دخلتي وطبختي الاكل ده كله. يا سلام، هو انت كنت علمتيني الطبخ وانا قلت لا؟ بقول لك ايه؟ نقطينا بسكتك شويه. خلاص يا جميله، قومي انت بره استنينا لغايه اما نلم السفره كده وننزل الحلو. حاضر، انا اسمك. يا ساميه. ساميه. افندم يا هاني. تعالي شيل الاكل ده ونحضر الحلو بسرعة. حاضر. يلا. الو، انت فين يا عم عصام الصبح؟ ايه مش هتشوفي ادم الليله دي؟ فرحتك اتسرقت منك في لحظه، مع انك جايه مخصوص عشانه، بس مين عارف يمكن يجي. عشان كده مش عارفة تشيلي عينك من على باب الفيلا. Thank you.
واحنا اتقابلنا قبل كده؟ ايوه. فين؟ هسيبك تفتكر لوحدك. البلاش في اسكندريه؟ الشرب بتاعي طار وانت اللي جبته لي. ايوه ايوه صح، انا اللي جبت. بس انت ايه اللي جابك هنا؟ جميلة اللي هي انت جميلة؟ ايوه انا جميلة، واتفاجئت زيك كده لما شفتك في المطعم وعرفت انك ادم. في ايه يا ولاد؟ انا مش فاهمة حاجة. اصل احنا ماما اتقابلنا صدفة على البحر في اسكندرية وما كناش نعرف بعض. سبحان الله، حقيقي كل شيء بأوان. تجنن يا جميلة، حقيقي تسلم ايدك. ميرسي يا طنط. ايه رأيك يا إيه؟ انت لسه هتسأليه، ما هو قدامك نسف الطبق كله. عسل. الحلو بتاعك يا جميلة ما يقلش عن سموحة. سرك باتع يا جميلة، بتعالي تعشي عندنا كل يوم عشان تجيبي الأكل بتاعك وانت جاية. طب احنا مش كنا استنينا عمو مدحت؟ بالطريقة دي ما كناش هناكل أصلا. وبعدين معاكي ما تشغليش بالك انت يا جميلة، أنا هسيب له حتة من التورتة وأما يجي يدوق هيعرف قد إيه انت شاطرة في كل حاجة. بقولك إيه يا جميلة، انت بتخلصي شغلك الساعة كام؟ أنا بخلص كل يوم الساعة 5، بس يوم الجمعة بخلص الساعة 7. طب خلاص هديكي أجازة الجمعة وابعتلك السواق كل يوم ياخدك من المطعم اللي انت شغالة فيه. ليه؟ انت نسيتي ان انا هرسمك ولا ايه؟ انت ايه يا بنتي؟ مفيش فايده فيكي؟ حطها برضو في دماغك؟ ما هي اللي جاتني برجليها. يبقى جيتي لاداكي. بالعكس، دي هتبقى اول مره في حياتي حد يرسمني. شفتوا؟ اهي موافقه، اهي اطلعوا انتوا منها بقى. ماشي، مفيش فايده، سن طويل. بس اديني بس فرصه افهم عمي اني هتاخر بس ساعتين زياده كل يوم. فهميه براحتك، ولو عايزين يرسمه هو كمان انا ما عنديش مشكله. اللي قولي لي يا جميله، الخاتم ده لابساه من امتى؟ من ليلادي بس يا طنط. يعني انت عارفه ان هو أيوة ده؟ ايوه طبعا، انا عارفه ان حضرتك اللي اديتيهولي اخر مره شفنا بعض فيها لما انقذتي هنا. ساعتها قلت لي يا طنط فيلا الخاتم ده واسع عليا، لما اكبر هبقى البسه. وهو بقى على قدي حبيبتي.